السلام عليكم متابعين صفحة dxpofplan.com. اليوم رح أعطيكم تفاصيل عن مشروع ريجينا من شركة تاجر العقارية يلي موجود بقرية الجميرة، واحد من أهم المشاريع اللي موجودة بدبي حاليا بخطة السداد تبعيته يلي بتوصل لسبع سنين، وبطريقة الدفعات تبعيته ممكن القسط تبع الشقة يوصل ل 3900 درهم شهريا. طريقة الدفعات هي 10% دفعة أولى، 30% خلال البناء، 10% عند الاستلام، 50% على 4 سنين بعد الاستلام. يعني نحن فينا نستلم الشقة ونحن دافعين نص حقها، النص الثاني منها بنقسطه على 4 سنين بعد الاستلام. الموقع تبع المشروع موقع كتير مهم اللي هو بقرية الجميرة، واحد من أهم المناطق اللي موجودة بدبي، منطقة كتير حساسة، مفتوحة على شارع الشيخ محمد بن زايد، على شارع الخيل، وفي عندنا كمان على شارع حصة يلي هو بتقاطع مع شارع الشيخ زايد مباشرة. التاور عبارة عن تقريبا 32 طابق أو 32 طابق هن، والشقة بتكون ما بين استوديو وغرفة وصالون مفروشة فرش بالكامل.